على بركة الله اليوم نفتتح مشاريع طلب التخرج في كلية العراق الجامعة. في الحقيقة مشاريع أو أفكار جديدة لها مستقبل واعد بالتطبيق، منها مشاريع تفيد في التربة، في المزارع، في تنقية المياه، مشاريع كثير 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 جيدة وحلوة ولها مستقبل واعد. اليوم بهذا المعرض الكبير والرائع حقيقة لاحظنا كثير من الابتكارات والتجارب العلمية قل نظيرها في العراق وعلى مستوى العالم. لاحظنا تجارب يمكن للإنسان الاستفادة منها بالحياة الشخصية والحياة اليومية. لاحظنا منها كيفية مثلا على سبيل المثال كيفية تحسس الفيضانات لا سامح الله، أيضا الاستشعار بدرجات الحرارة. لاحظنا كيفية، هذا ابتكار لأحد الطلبة رائع جدا، كيفية إنقاذ الأرواح والتحسس الأرواح عند تراكم الأنقاض لا سامح الله، عند حدوث حادث معين أو طارئ معين وعند تراكم الأبنية وهناك توجد أرواح. لاحظنا أن أحد الطلبة الأعزاء مبتكر هذا الجهاز للاكتشاف أن هناك لا زال شخص على قيد الحياة. هذه الابتكارات وهذه التجارب مهمة جدا يجب الاستفادة منها. علينا كحكومة محلية في محافظة البصرة دعم هذه الطاقات وهذه الإمكانيات للطلبة الأعزاء. نحن سعداء أن نلتقي بمشاريع علماء المستقبل، علماء العطاء في مشاريعهم البحثية، والعالم لن يتقدم، العراق لن يتقدم إلا من خلال بحث التطوير العلمي المعرفي التطبيقي الذي يراد منه أن يكون جزء من حالة بعد خدمة الإنسانية وخدمة البلد. نحن اليوم عندنا حقنوات معينة بعلاقات الدولية مع بريطانيا، جامعة بورتسموث وبلينير وجامعات كذلك الإيطالية وجامعات الماليزية وجامعات التركية وجامعات الإيرانية. نحن نريد عملنا مجموعة بحوث مشتركة بيننا لتلاقح الأفكار والاستفادة من تجارب بعضنا البعض وتطوير العراق وينسجم مع ما تطور علم الحاسب في العالم.